مرحبا، معاكم المدربة جوانا من معهد سبارتا. اليوم رح نعمل تمارين لعضلات الإجرين مع درجة. نبلش دايما قبل أي تمرين لازم نعمل تحمية، ممكن ننط حبلة، ممكن نتحرك ركض خفيف كم دقيقة ليكونوا تحمية، ومنبلش تمرينا مع بعض. احنا بدنا درجة. رح نبلش التمرين اللي هو اسمه سكوات. ناخذ مساحة بالإجرين، ننزل ايدينا لقدام، ننزل خصر لورا لتحت، ننزل. ممكن نبلش فيه خفيف، نعمل 10 مع بعض، دائما ظهرنا صحيح وبننزل. بعمل كمان 3، كمان 2، كمان 1، بوقف. التمرين الثاني اللي شوي فيه بعلي النبض، بنزل بطلع نطة على الدرج. كمان مرة باخذ مساحة بالإجرين، بنزل نفس بطلع نطة على الدرجة. بدي أعمل التمرين كمان مرة، مهم التخنيكة تكون صحيحة وأنا أسويه. فبنزل خصر دائما، الظهر صحيح، بطن لجوا، خصر لورا، بنزل زاوية 90 بالإجرين، بنزل كمان مرة وبطلع نطة مع الإجرتين مع بعض لفوق. التمرين الثالث وأنا لفوق، إجراي بيكونوا الركب ملزقات ببعض، شوي متنيات، ظهر صحيح، برفع الكعاب لفوق. بعمل 3، 2، 1. إسه باخذ نفس 10 ثواني وبعمل التمرين كليات التلات تمارين هدول مع بعض. من هون 1، 2، وبرفع الكعب لفوق وبنزل. رح اسوي 10 مرات ورا بعض، وهيك رح احس انه النبض شوي عليه عندي. 1، 2، 3، هوب كعب لفوق، بنزل سكوات، بطلع هوب كعب لفوق. كمان مرة هوب كعب لفوق. كمان مرة هوب كعب لفوق. هوب كعب لفوق. كعب لفوق. هوب كعب لفوق. في أعيد هذا التمرين، عمله 3 مرات، 10 مرات كل مرة، وهيك صرت أحس إنه النبض عالي عندي. فممكن أعمل استراحة 10 ثواني بين 10 و10. بتأمل استفدتوا مني لليوم. يعطيكم العافية.